يقول بأنه أفطر من رمضان الماضي 7 أيام ودخل عليه رمضان الثاني ولم يقضي ما عليه، ماذا يلزمه؟ إن كان مفرطا استطيع القضاء فيما بين الرمضانين تركه تكاسلا فعليه القضاء وعليه الإطعام عن كل يوم إطعام مسكين. أما إن كان معذورا في التأخير ولم يتمكن من القضاء حتى دخل عليه رمضان الآخر فإنه يكفي منه القضاء بعد رمضان الآخر. نعم.